دي شخصيات. والغريبة وعلامة الاستفهام إنه ما فيش حد فيكو قال سبب الانفصال لحد النهارده. بس الحمد لله ان هي خلصت. يبقى اكيد ده سبب، ده خير. صعب جدا. بصي انا عارفه ان كل حاجه ربنا بيعملها خير، ان هي لو 10 ايام اكيد صعب جدا. الطريقه اكيد السبب صعب جدا. طب المشكله حصلت في اليوم الكام عشان تطلقوا في العاشر؟ من اول يوم. من اول يوم. يمكن اكون انا اتسرعت وهو اتسرع في قرار زي ده، ممكن يكون احنا ما ادركناش ان احنا ممكن نكون مش مناسبين لبعض، كان محتاجين وقت اطول نكون فيها مع بعض. كان خطوه الجواز كانت ده كلام تنظير اللي انت بتقوله. لا ما ممكن نكون احنا الاثنين اتسرعنا. بيقولي في ندوه، لكن انا هنا احنا هنا الحقيقه. لا لا بجد لا. اكيد ما قولي فيش كلام يقنعني ويقنع الساده المشاهدين. ما فيش اي حاجه ممكن تنتهي في 10 ايام غير لو كان سبب قاسي جدا، سبب قاسي يخليكي لا تنفع هو يعيش معاكي ولا انت ينفع تعيشي معاه. احنا احسن حاجه ان احنا ننفصل. خلصت الموضوع. ايه السبب القاسي اللي ما بانش في 3 شهور معرفه وبان في اول يوم جواز؟ دي فزوره. تبلعي في ريقك ليه؟ ما ببلعش في ريقي والله، ده انا كنت بشوف ده شاي ولا نسكافيه. ما هي بتعمل عليا حركات. لا والله العظيم، لا انا قلت لك من الاول هكون صريحه معاكي، بس انا عايزه اقول لك يعني. طب انت قلتي انا دخلت في علاقه توكسيك مره واحده، كان مين فيهم اللي خلعتيه ولا اللي اتطلقتي منه بعد 10 ايام؟ لا مش شرط تكون حاجه منهم، حاجه معروفه. طب انا بسالك. اكيد واحد حاجه ثالثه. حاجه ثالثه. حظك وحش كده مع الرجاله. تعرفي ان انا كنت بقول لنفسي كتير كده، بقول هو يمكن ربنا خلاني كده، هو خلاص كده يا مي يعني، هو انت كده تشتغلي تاخدي بالك من بنتك. خدي بالك انا حتى مش اجتماعيه قوي، يعني مش اجتماعيه خالص، يعني قليل قوي هتلاقيني حد يشوفني في مكان. انا في البيت بيتوتيه بشكل مرعب. عشان كده قلتي انا مستعده للجوازه الثالثه. ده بجد يا جماعه. مي سليم عايزه تتجوز. لا بجد انا مستعده. في عريس عايزه العنوان على حاجه ودي كلمني ونخلي نشوف العربيه. عروسه زي القمر هي يا جماعه. يا حياتي. لا بس انا عايزه اقول لك انا فعلا عايزه اتجوز، يعني خلاص زهقت من الوحده. مش هتقولي لي اصل انت هو انت واخده موقف. اكيد قعدت فتره طويله جدا، وعايزه اقول لك اول مره ما كنتش عايزه انفصل، يعني انا اول مره ابو بنتك. ابو بنتي لان هو برضو كان حنين عليا جدا. انت خلعتيه زي ما كنتش عايزه تنفصل. ما هو ده اللي انا بقول لك، انا كان طول عمري من حلمي وانا صغيره. اقول لك ليه؟ انا ابويا توفى واحنا صغيرين قوي، كنت 40 يوم. ياه. وطول عمري شايفه امي لوحدها. وده كان بيضايقني جدا، واحنا 4 بنات وولد. فكان الموضوع بيضايقني عشان كنت اخويا ربنا يخليه ويحفظه كان معانا وشايل همنا على طول، ولما كبر اضطر ان هو يسافر بره ويشتغل بره. كنت بحس ان احنا محتاجين حد. انا عشت دور الراجل والست كتير وزهقت منه. كنت دايما بقول ان انا نفسي اتجوز واحد اكمل معاه حياتي، واحس ان هو مالي عليا دنيتي، يعني هو عايش فاميلي، ام واب وطفل او طفله واللي ربنا يكرمني بيه. الدموع دي كلها اللي في عينيك؟ عشان ما كانش نفسي ان انا انفصل لا في المره الاولى ولا في الثانيه. طول عمري كنت بتمنى ان انا اعيش زي اي بنت في سلام. يبقى معاكي سند وضهر وراجل. جدا جدا. اني عشت طول عمري وبكره الانفصال ومسؤوله. وما رجحش على الانفصال ابدا، الانفصال صعب، مسؤوليه كبيره. تعبت واشتغلت كتير وجعدت كتير. ولما انفصلت على فكره ما كانش معايا 20,000 جنيه. رجعت في الاولى ولا في الثانيه؟ في الاولى ما كانش معايا فلوس خالص، واضطريت ان انا انقل من الغنى للتمثيل. بس انت كنت وقتها معروفه. كنت معروفه بس زي ما كانش معاكي ال 20,000 جنيه. قصدي يعني ما كان معايا مبلغ، بس لا ما كانش قوي قوي، كان اللي بيجي على قد اللي رايح. تمام. انا اتجوزت سنه. انا بحترمك جدا بصراحه. وكنت مسؤوله عن بيتي، واتجوزت سنه ما لحقتش اعمل اي حاجه. بس ليه حسيتي يا مي ان انت وحيده؟ فين اسرتك؟ ربنا فين دعمها ودعم اخواتك؟ اكتر ناس وقفوا جنبي. انا من غير امي واخواتي دول اسوا شيء. يعني مش لوحدي. لا قصدي ما كنتش، يعني انا مش من الستات اللي عايزه تتجوز عشان تنفصل. لا عايزه اكمل وعايزه
اصل مفيش واحده بتتجوز عشان تطلع بالظبط. فانا بجد بقى انت بتقولي لي مثلا نفسك في ايه يا مي؟ الجوازه الثالثه تبقى ثابته، يعني لو ربنا كرمني براجل يا ريت يا ريت اه والله ياخد باله مني يراعي ربنا بقى. اتأني بقى في المرة الثالثة، خدي وقت تعرفي، بلاش الدلقة دي تبدلي على طول. الله مش بدلي والله، خدي وقتك بقى، كبرنا وعقلنا، يلا نشوف اللي بعده بقى. يلا اللي بعده. نهار اسود، يا نهار اسود، هو ده اللي همسك الباقي كله؟ ينفع كده؟ ينفع. طب انت بتقولي اللي حصل. ثقافة يا مي، ازاي انك انت هقول لك اللي حصل؟ رقبتك لسمكري، مع طبعا مع كل احترامي للسمكريه، بس ما اسيبش عربيتي لدكتور يصلحها مثلا يعني. بص اقول لك على حاجه، احنا كنا بنصور اليوم ده، ولا انت كنت قابضة عشان تعملي له دعايه؟ لا، ما اقول لك في حاجات بنعملها. طب قولي الصراحه. ما انا هقول لك. قولي الصراحه وانا اسف. والله العظيم قولي. هقول لك دلوقتي. شيلوا الكلبشات، شيلوا. انا كنت بصور مسلسل ولقيته موجود عندنا في التصوير. اوكي. وقالوا لي في حد جاي يعمل كذا كذا كذا. كان جاي لمين في المسلسل؟ كان جاي للمخرج. المخرج؟ اه. كان مين يعني؟ هو سر؟ بتهيألي كنا بنصور ايه؟ انا كنا بنصور مسلسل سعودي وقتها. اه. وكان جاي للمخرج وبدل قاعد وقت التصوير كله مستني. مستنيين انا ومستني الناس التانية اللي معانا في التصوير. اه اه. بيبزنس. معرفوش اصلا، معرفش اسمه. انت مش فاكره اسمه. وحياة ربنا.